نعم غير هذا. سبحان الله. نعم يا أخي. آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام سون كاجموت قالات يتوارى الرسول طرق قالات إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنت ماننم يرون تاكل الله الناتتنا كل الله يفلقهم سرع يميرون قالات ورسوتات كلايك كلايات نبيات. الحياء من الإيمان تتنا برمالات كإيمان مدبع لا يأتي الحياء إلا بخير تتنا مالات ميمتا وبملكا مكر نوجي بل يلايك أصبح في هذه الأيام التعري هو الحضارة بذا بهم ساعات ركان مهاجرة وتنمهاد سلطن النام الجلجة هو تجنتها الحضارة أكرمكم الله أن يبول أمام الملأ أمام الناس سلطن الناك صوفي تمشنات هو تجنيا حتى أنهم لم يستحيوا من الله الله سبحانه وتعالى عالفروتن جعلوا البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى أماكن للرقص يا الله عن بيتهم يدان سبيت عدربت قال لهم ابن القيم للذين المتصوف الذين يقصون في المساجد ويغنون ابن القيم رحمة الله عليه مسجد ليس لمنظمة إذو لمي وزوزت لمي دانس الصوفية وشبلوا على الشو قال متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع في أي دين تعلم الناس هذا أن الغنى سنة متبعة إيه قطم عند أنا أشري له قطم ما تدين هنا هما تجمعونه سنة وين منجد مسلمات يكتروا في الجبة وهو يمت منجد يمنزوم منجد كما تجمعونه بلوت أيكاتشو وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع يعني يكثر من الطعام والشراب ثم يتراقص ويسقط في المساجد لك يبالال عندها يهوى باستمالا كذابها لندقنا يوزوزا لسكرا بمنظم أو سكرو يوركال ما تهدي هو نبرو طيقاتشو وقالوا سكرنا بحب الإله يعني هذا حب هذا السكر ليس سبب الجنون ولا المخدر لا بحب الله سبحانه وتعالى إنيا سكرنا ودقنا إلى الله قيل أتتا سكر هذا اللهم بالله سكر سكرنا وبرومان سيستان قال وما أسكر القوم إلا القصع يعني هذه الوجبات تأتيهم ما شاء الله سواتنا على سكراتهم تهان مساجدنا عن ذاك السماع يعني هذا إهانة للمساجد يا الله مسجد يتواردك بندزي هالنوت عينة سواج وتكرم عن مثل ذاك البيع يعني الأماكن التي يعبد فيها الكفار أماكن للعبادة لليهود والنصارى والله لا يصنع هذه الأشياء يا درا عمل كوت مملكة يا مملكة بوتا عندك نايس عند عهود النا يا نصار عمتنوج كبر ساتتو ينيا مسجد كن كبر عي ساتو مدن نشانا ما تقل يا هما فيا للعقول ويا للنهى ألا منكم منكر للبدع يقول هل يوجد منكم من ينكر هذه البدع يعلم الناس يحذر الناس يرجع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم هل ننكر أو لا ننكر هذه البدع كنا أنت تنش أعمر ويعلو يلم يا الله ملاكتن أن يا صلى الله عليه وسلم صحابة شاكبوا يا نبرو
እንዲከበር እንዳይዋረድ ይሄን ኢንካር መጥፎ ነገር ሙንካር ነገር መጥፎ ነገር ሲሰራ ይሄን የሚከለክል ከናንተ አምሮ አይደለም ማለት ነው። الإنكار لابد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم، لأنه بعض الناس يظن الإنكار نفجر هذه المساجد. لا مطفلنا قرم القوام مقوام على من قلوة عبدك يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام تتعوت بهدود مقوام يا من قرنو انجيل بما فندات لابد أن نحذر من هذه التي دخلت على المسلمين ما تسمى بالأناشيد هذه الحديثة الآن. نعم إن تأكد الجبال بعض ساعات أناشيد على الإسلام هو يقتل المنظومات هذه ليس فيها إشكال، منظومات ألفية ابن مالك سلم الوصول هذا ليس في إشكال، الإشكال في هذه الألحان التي في الأناشيد. إيه زنبرو علمي قد عتمو ألفية الممالك آلاف ابن القيم المال اندازي هون إيان دازي اندازي هلو شكري اللبتن قنية مطفوق تموتش عتقالو يازا أناشيد مبالو لتنكا بكبار. يقول ابن القيم رحمه الله رحمه الله ابن القيم إن قال تناكر حب الكتاب كتاب مولد وحب ألحان الغنى يا قتموتشن يا منظومة مقتموتن يا الناس فكر مولد في قلب عبد ليس يجتمعان قلت كان لا يسلسل يا منظومة فكر قلب والنب يا الله وديتها فكر بعد لا يسلسل وقال غيره ليلة ودم وقروانا برئنا إلى الله من معشر كان ذا سوى تنيا نتونا نيلا نبتن بهم مرض من سماع الغنى بشتا يا اللباتشو يا موزيكا بشتا يا اللباتشو فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام إنيا بابياتن سنة بتشابة مركاكات النمران وعاشوا على دندنة دندنة النسجين بزيا بمان ورالو زنبلو يهون القلب مدقاق دندنة يبال إراو قلب يبال ونقر دندنة يبال المساجد لابد أن تكون عامرة بذكر الله مسجد وجه اللهم بمذكر لهم جمتوارو ليلا نقر بمعنى ونبعد اللب ندنا معرف معنى ونبعد ولا يمكن أن نسعى في خرابها مسجد بمخرس من كساكس يلبن ومن أعظم الخراب في المساجد أن نجعلها أماكن للشرك يتلك مسجد مبلاشة وتبلاشة مبلا ومسجد وجين يا شرك ما فستن ياسنا لقاتوا ندفن فيها الأموات يا ما تسوسن كبربات أماكن للرقص يا زفان بوتاي بدي أدانس بوتاي سنارة الغنى زفان الضرب بالدف دبي مدادة القات في المساجد مسجد ليك عاد مغلات مقعد لا يمكن أن تكون هذه البيوت النبي نقواتش كالله مسجد باش لي أي متشم أي تشالم إلا عامرة بذكر الله يا الله مسجد بالله ذكر بتشار بالتوار ونجي لا نقل لفسنا بعد تجبي أدنى